هلا حسين بده يجي لي بي 39 مثل الصوص، بعرف شو معنى الصوص؟ على اساس بده يعمل لي حاله هلا فهمان وعبقري بيركب شو هيا هيا. انت ليه ما بدك تسلم السيارة؟ هي حالي يستر عطلك انا ايدي جدادة، ليك العرب منيح عم يسرب يا زلمة. شو اللي جديد بعدين؟ ليه بتقول لزبون ما شو بتعرف شو بقول له لزبون؟ قال بقول له لزبون مش حاضر اسلم لك ايه عشان ما بقدرش امن لك بنزين. شوف والله منطق ليك شو امنت له لزبون؟ ايه يا حبيب قلبي امنت له بنزين ايه وبركب له شيشه. والله وين جبت بنزين؟ بحياة ربك منين جبت؟ شوف والله منطق، شوف هلا بدنا نركب شيشه على الاي 39. امنت بنزين اعطيني 10 دقائق بدنا نركب الشاشه. 5 دقائق بكون خالصه. عشان ما عاش فينا لو نضربك ولا نعمل شيء عشان عم يعملوا لنا بان. ما فيك يا ذكرتك. هي واحد اثنين لكل واحد مقهور بالمصلحة تعيتنا جيبنا وما بدنا شيء. جيبنا وما بدنا شيء. وهيدي الكلمة مسؤولة عليا. لكل واحد عنده زينة سيارات بقول لك جيبنا وما بدنا شيء، الرزقة من الله. انتبه النجاح مو النجاح مش سهل شباب. سهل لا.